السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان شفت فيديو للناس اللي هما طرقوا جميع البيبان وبحثوا على عمل بجميع الوسائل وبجميع الأمكنة، ما سهلش الله، ما لقاوش خدمة. أنا كنعطيكم فرصة عمل. أنا لا أدعي أن هذه أحسن فرصة عمل، ولكنها فرصة عمل حقيقية للأشخاص الذين لم يتوفقوا في إيجاد عمل. هذه فرصة العمل مع مركز الأحجار الكريمة هي فكرة بسيطة جدا. هاد الخواتم اللي كتشوفوا دابا اللي كيبانوا لكم في الصورة، هذه كتسمى الخواتم العثمانية نسبة إلى الدولة العثمانية، ونقوم باستيرادها مباشرة من تركيا. نبيعها، ثمنه الخاتم الواحد هو بالجملة 300 درهم، يعني أنت تشتريه ب 300 درهم وتبيعه ب 600 درهم. أقل مبلغ لي أن تبدأ معنا العمل هو 3000 درهم، غتجيك فيها 10 خواتم غتبيعهم وغتخليو لك واحد 3000 درهم. إذا في آخر فيديو غتلقاو الواتساب ديالي، غتكتب لي ميساج في الواتساب الانضمام لمشروع 3000 درهم، هاكا أقل الانضمام لمشروع 3000 درهم، وغادي نتواصلوا معك إن شاء الله عز وجل.